السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. معكم اخوكم ركان واخواتكم جيمز هنتر. اليوم جايكم حلقة جديدة وجيم بلاي جديد من لعبة مونت بليد. مونت بليد فاير اند سورد او وذ فاير اند سورد، هذا الاصدار اللي جاء بعد مونت بليد وور باند، متوفر في ستيم بسعر ارخص من مونت بليد وور باند، رغم انه مونت بليد وور باند جت قبل، هذه جت بعد. ذيك جت في 2010، هذه جت في 2011. فحبيت أنا يعني برضو نسوي عنا سلسلة، يعني لهذا السبب حبيت أني أوقف فور باند و يعني خلينا 30 حلقة وأدخل في فاير اند سورد. وبعد هذه فاير اند سورد إن شاء الله ناوي أدخل في الفايكنج كونكوست الديسي الجديد تبع وور باند. يمكن يجي واحد الحين يقول طيب انت لعبت مونت بليد ليش تلعب مره ثانيه؟ هي مو نفس اللعبه، لعبه ثانيه انا هدخل في ذيك. هذه موجوده في ستيم او في جي تو اي، تلقاها في جي تو اي تلقاها رخص. موجوده في ستيم ب$10 الزبده. جي تو اي ما حصلتها صراحه، دورتها ما لقيتها. فنفتح جيم جديد نورمال. الله تكوت وذاوت سيفنج. فبيجي بي توتوريال وقرف. هذا طبعا نفس واجهة شو اسمه ذا، نفس واجهة مونت بليد وور باند. اوكي ما في شيء جديد الان. احنا وش نبي نركز على ايش؟ مثل ما قلنا بنسوي مملكتنا، فعشان نسوي مملكتك لازم تركز على الانتليجنس والكاريزما. اوكي والليدرشيب و التاكتيك أو تريننج عفوا. نبغى برضو نحط ايش مهارة هذا فايدنج، تفكر من مشاكل البداية، انفنتري مانجمنت و وين هذه حقت ال بزنس مانجمنت عندنا. حلو. برسويشن. بعدين طور الأسلحة هنا، وش السلاح اللي بنمشي عليه؟ عاد هنا وان هاند تو هاند وبولرم، هذه هنا الآن نفس الأسلحة، أركري نفس الأسلحة، فاير أرمز هذا المسدس، فعندهم أسلحة طاقطيخ يعني طلق نار زي كذا. وبنشوف شخصيات جاهزة، ما احنا فاضيين نسوي ايش؟ شخصية جديدة. نفس اللي فور باند الى الان، ما شيء جديد زي ما شايفين. فا مونت بليد فاير اند سور اللي فكرتها انه ايش، مو بس سيوف، فيها سيوف فيها اسلحة برضو نارية، اسلحة نارية زي ما شايفين. ولا بس ايش تجي بش زي الناس. يا الله في ناس علامة يعني ما ادري شلون التصميم. طيب الظاهر احنا بنسوي شخصياتنا. ابغى الشنب ذاك اللي ايوه. الشعر هذا، هذا شيء أليم صراحة، خليه كذا. أيوه. طيب العمر تبغاه شايب ولا تبغاه شباب ولا وشو؟ تبغاه شايب بس مو مرة شايب، بس في شوية بياض في الشعر. لون الشعر الله شقراني. طيب في هاي طبعا كلها قصة على اساس انك جيت مدينة ومدري ايش لقيت فيها مشاكل. Welcome to With Fire and Sword. This is a short tutorial that will guide you through your first steps in the game. Let's begin with the basics. فلازم اخلص التوتوريال الخايس ده.
You can attack in four different directions. لاحظوا التوتوريال حقهم هذا صار فيه. While clicking the left mouse button to execute an attack. شايفين؟ لحظة 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 خلنا نسكر الموسيقى. جيب الهم. صار فيه واحد يتكلم في التوتوريال. طبعاً لازم التوتوريال هذا تمشي فيه. Now on to defending. Defense is controlled by the right mouse button. شايفين هذا الأشياء جديدة ما هي موجودة في مونت بلاد اللي قبل. Wait for your opponent to come. That guy ahead looks like he's up to no good. You'd better use your new skills to teach him a lesson. Excellent. Looks like there's more fighting to be had. That group of adventurers seems to be expecting company. حلو صار في واحد يتكلم ويحمسك زي كذا يعني هذا أشياء حلوة في فاير اند سورد سووها. اللي هذا أخوياي الحين بندلس بندعس ذولا. حلو فشوف الملابس شوف الستايل حقهم كيف كأنهم يعني كلهم اوروبا كذا او اسبانيا او شيء زي كذا حتى الموسيقى معني طفيتها بس ما طفت ما ادري ليش لازم تديها تجيبها مرتين الزبدة يقول في شيء هنا تعال يعني عدلوا فيها بما انها نزلت بعد موت بلاد وارباند بسنة فعدلوا فيها شوية اشياء وخلوها حديثة في قصة حديثة انه عهد احد احدث مدري ايش. Great, you have a new toy. Press R to switch to first person view. This will make aiming your pistol easier. اوه عندي مسدس. To further enhance your aim, hold down shift to zoom in. Lastly, to line up an accurate shot, hold down the left mouse button. Wait until the reticule is smallest, then fire away. Shoot the padlock to proceed. طيب حلو هذا لازم ايوه تحط فيه كذا البارود بعدين تضغط تطول بعدين تفك. Grab yourself a horse and ride away with Monfort and his men. الله ايش الحركات. Get close enough to the horse until you see the word mount appear. Press F to mount up. حلو شوف السلاح عشق السلاح البارود بعدين. You're saddled up. Horses can be wily beasts. To control your mount, use the W, A, S, and D keys. Press W to spur the horse onward. Press to rein him in. الملابس A and D will rein the horse left and right. Riding requires some practice. Don't forget that it's easier to make tight turns if you slow down a bit. يعني معك سيف بس معك برضه سلاح ناري زي كذا. Look, more enemies on the horizon. Time to put your sword and pistol to use. You can scroll up with the mouse wheel to switch between your weapons. هنجرب نطلق عليهم. Go ahead and fight your way out with fire and sword. اوخ. لحظة لحظة لحظة. انا عشق السلاح احطه بجبل. ما جانا شيء. اوه 63 دمج يا ساتر طيب حلو ما ليمز جيمز هنتر مدري ايش شوف ملابس كيف يقول لك ما ادري كلام فاضي بعدين تلمي سر وات از هابينج ان ذيس لاند وات كان تلمي في ذيس اريا ولا بلجر تو ميت يلا ضف وجهك دخلنا اعزائي المشاهدين في خريطة فاير اند سورد مونت بليد فاير اند سورد اللي هي الاصدار الجديد اللي جاء بعد مونت بليد وارباند جاء في عام 2011 او جت في عام 2011 فعلى طول شوف ما طولوها معايا على طول دخلوها لانه اللاعبين قد جربوا وارباند وفاهمين وش النظام اللهم هنا في قلت لكم اسلحة نارية هذا طبعا البارتي تصميم مختلف شوية هنا يظهرون القواد حقك وهنا الأسرى وهنا يظهرون أشكالهم تقارير نفسها ما في شيء كام ممكن تقعد لو تبي تكمبر زي كذا اللهم في الكامب هذه موجودة من أول إنك تأخذ أكشن يعني إنك تقرأ كتاب يعني أو إنك تكمبر في الصحراء
او انك ترسل رساله للماير ايد مدري ايش واحد مدري ايش ام وضع امه صراحه. انا وش وضعي الحين في كوستات توك تو ذا إلدر اعطاني رساله اروح اتكلم الواحد في القريه هذه قريه اسمها زاموتشي اللي هي هذه القريه. هذا انا وهذا الظاهر اني انا تحت امره او شيء زي كذا معايا درايد ميت يعني الميت المجفف اللحم المجفف اللي ما يخرب وضعي حلو صار عندي خبره الحين مونت بلاد وارباند وجاينا بنغير جو. فعندك البستل اللي هو السلاح اليدوي ذا الناري الرينج مسافه اطلاق عندهم يحسبونه هنا 64 دقه 70 سرعة التعشيق والاطلاق كلها تاخذها 38 وان هاند طبعا بيد واحدة برضه سوينج وثرست هذا ما ادري شو يعني انك تضرب فيه يمكن والله ما ادري. معاه طلقات البولت لازم لازم مع كل سلاح ناري لازم فيه طلقات 15 طلقة تعطيك 4 دمج زاد 4 دمج بس انا طلقت على الرجال قبل شوي زي ما شفته 63 دمج مات من اول طلقة. معاه برضه سيف تصميم عربي زي ما شايفين كيف جاي كل شيء ابو كلب الباقي الاشياء ابو كلب. ففي تغييرات صارت يعني نروح للقرية ذي في واحد يقول كلمه مدري ايش. ايوه الحين لحظة هو قال ايش خلنا ندخل جوا حلو يمديك تتكلم للالدر بدون ما تدخل الدور فهذا اضافوها في اللعبة ذي الاصدار هذا مع انه بدك تحطه في مود بليد بس على طريق مود وما مود مود عفوا وورد باند الاصدار اللي لعبناه ذا حتى الان في القناه. ف اللي يقول لي مركب مود وما مود في اصدار وورد باند قاعدين ختم في القناه ترى ما ركبت ولا شيء بدك تغش بدك تركب مود ذا بس ما حبيت اشوف اللعبه بطابعها الاصلي يعني. فما ادري في عندي مهمه يقول لك كلم واحد مدري ايش اتوقع الواحد هذا هو الالدر نفسه. ايوه هذا هو كلمنا اسمه زاموتشي. طيب حلو تحسنت علاقتي معاه بولش ريبوبليك صار في الممالك المملكة هذه. ايوه خلينا نشوف وش الممالك اللي موجودة هنا. And it sounds like my kind of work. Tell me how I can do it. مدري ايش اعطاني الزبده مهمه حقت ذبح باندت ما باندت ابغى اذبح الباندت الحين عشان اوقف على رجولي اخذ منهم اشياء. فانا بنشوف في كنا في زر شالوه من هنا والله شكرا كنا في زر شالوه ايه هذا النيشنز بدل فاكشنز صارت نيشنز اللي هي الدول. فحاليا انا عشان اعرف باي عصر صرت الان اتوقع طبعا كينجدوم في سويدن هذا موجود من مونت بلاد وارباند. ف العهد هذا ما ادري صراحه بس انه في مملكه البولش البولنديين ومملكه الموسكوفيت تزاردم ما ادري وش وضعهم دول الظاهر زي الروسيين زي ما تقولون وكريميان كناتي هذول اللي خان اسلام واحد اسمه خان اسلام هذا ملكهم اسمه خان اسلام عجيب اخس هذا ملكهم خان اسلام هذول هم في واحد اسمه احمد باشا و عماد باشا اسماء يعني اتوقع هذول البشوات او الدولة العثمانية ما ادري وش وضعهم صراحة الزبدة هذه هي المملكة يعني اللي هي وشي كريمين كناتي. طيب كوساك هيتمانتي هذولا ما ادري ايش وضع امهم ما ادري والله اسمهم غريبه ربين اتوقع شيء زي كذا بنشوف ايش وضعهم. فعندنا هنا ما ادري ايش ما يمدينا نسوي زوم اكثر من كذا هذا اكثر شيء يمدينا نسوي زوم هذا شيء مو بزين ينرفز الزبده زي ما انتم شايفين. فاللي ودي اعرف انا ايش لحظة هذه زاموتشي وش وضع ام هذه. طيب هذول باندتس زي ما انتم شايفين هذول لازم ادعسهم
اوخ سولف شذا الباندة الفنانين والله ملابسهم رهيبة. والمتت has been a long while since we have seen a noble person. What brings you here? Your grace? You speak with an eloquent tongue. I would presume you fight just as well. او هذولا بيصيرون معايا ولا ايش؟ لا والله ضدي انا الحالي ضد سبعة يا حبيب قلبي. بس بالسلاح ذا ان شاء الله باذن الله اني طلقة واحدة كل واحد وخلاص. لاتني اخذت ناس والله من القرية نسيت. ام هذول حتى معاه مسلح يوه. شكلي بموت من بدايتها. انا جايكم من وور باند يا حبيبي. طيب انا هوريهم كاش خير ده. لا يا شيخ والله اني نوب. والله اني نوب. طيب من بدايتها جبت ام العيد من بداية خسرت 30 ولا يو لوست 89 ثالير مدري ايش. After several painful days of being dragged about out of the prison, you find a chance and escape from your capture. هربت. لازم اخذ معايا ناس. انا ما اخذت معايا ناس. شلون تاخذ ناس طيب؟ الحين هذه مملكة بولندا البرتقالية. حلو. هذه موسكوتيف تريدم. حلو. طيب هذه ايش؟ السويد. كينغدوم في سويديا. وهذه وين الكناتي طيب؟ هذول اللي البشوات هذول الحمر. لا مو هذول والله الخضر. طيب طيب طبعا سريع جدا انا من الحالي. خلنا ندخل المدينة الكبيرة ذي نشوف كيف تصميم من جوا وذا. أما هذه ما هي مدينة، هذه فورتريس. أما عاد شلون؟ هذه قلعة يعني ما هي مدينة. طيب هذه مدينة. فمن باب تغيير الجو يعني قررنا نلعب فاير اند سورد. برضه يعني عشان نقعد في ظل اطار العاب استراتيجية. فبدك تدخل القلعة، الشارع، المقهى حقهم، تكلم الرئيس حق الدولة حق القلعة ذي. خل نروح المقهى نشوف كيف شكله. هذا المقهى زي ما شايفين. هذا ترافلر، هذاك مدري وشو مرشنري، هذول المرشنري. لحظة كم عندي فلوس انا؟ معايا 411 ثالير. ثالير هذا العملة حقي. فور باند كانت دينار وهنا ثالير. طيب طيب هذا التفرن كيبر مديك ايش نفس الاشياء اللي موجود هناك موجود هنا. هذا مرتزقة. باخذ اربع منهم. خسرت فلوس كثيرة صراحة بس شو اسوي. هذا وش وضع امه؟ كولونيل جاي هنا. اخس هاب فيزيتر ماي فيس فرفات ودي برهابت لك تو ميجر يور سترينث. هذا يقول بدعس وجهك يعني تعال اتحداك وزي كذا. وات فيس يو هاف ريندنج سنت فور سكيرينج سلو تدك ات از ريز اور جلاسز فور ماي تروز ويت مي. يقول هذا ما تسوي رهان يعني وات جود تو كراش يور ريبس فور نثينج. طيب اعطيه 5 ثلاير ما مشكلة. سوى له معركة داخل المقهى الحين. اشوف وش نوع المعركة ذي. امه باليدات بس. تعال يا حبيبي. حلو طيب تعال تعال. ها
على سريك انا. حبيبي محمد عينك لاي انا عرفت معطيني درس في الامور دي. تعال تعال وش ذا ما يموت؟ الله ذا البلش يا اخي والله غش يا اخي والله غش والله بقست اهله يا اخي معقوله ما مات؟ طيب صرت الحين خمسه معي هذول البارتي مرتزقه يعني يساعدوك وزي كذا. البداية وضع صعب شوية فودي اترزق الله من هالمرشنري دولة. طبعا هو الحين وش معطيني من كوست الباندتس هذولا لازم ايش ادعسهم اللي هم هنا فجبت لهم فزعة وجع. اما اللوتر خايفين مني 10 لوتر. تعال تعال خلنا تلاقطهم بقول لأخويا اوقف شوية. ايوه هم عندهم مسدسات اخويا برضه فخلهم ايش خليهم يستخدمونها اول ما يجون. لا تعال تعال اوه من طلقة واحدة والله وش ذا ياهو وات ذا هيل يا الله والله اني نوب والله اني نوب يا الله اني سكران يا رجال. طيب اصبر انا عصبت والله اني عصبت انا بهجم عليهم وبهزمهم كلهم بحرر اخويا ما هي مشكلة مو مشكلة انا توني اتعلم اعذروني عزم شديد والله اني منو بس انا اوريهم انا اوريهم ماخذين ثلاثة من اخويا اجن ها كلكم واحد واحد الطلقة كل واحد وخلص تعال بسم الله هذا الاول طبعا ما معاهم هم ايش ما معاهم الاسلحة دي انا اوريك اضحك الحين صح تضحك صح يا الحول والله اني احول خل نعشق السلاح بس. طيب مو مشكلة طيب طيب انا جايكم انا جايكم انا توني صاحي من النوم الحين انا رايق والله يا حلال اصبر شوف الهيار يا اخي وش ذا والله احول ذا المسدس والله احول حطيته فيهم بسم الله المسدس احول اوه والله في هيد شوت 135 دمج والله اني فجرت وجهه تفجير يا اخي كنت ابغاه هيد شوت لا 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 ماني متعود على الاسلحه دي ام لازم تقعد ضاغط عشان يعشق نظام خايس ماشي لازم تكون برضو قريب منه عشان يعني تجي فيه
لك واحدة واحد 60 دمج. طيب حلو كذا حررت الحين ثلاثة وهزمت الزلايب والله بالقوة هزمت. هذا الأخوة رجعناه مرة ثانية. أكيد طبعا ناخذ ملابس الحين وشغل. طبعا الملابس هذه خايسة هذه أقوى. وناخذ لنا خبز وناخذ سلاح هذا حقي بس هم زرفان العيال ذينا. ناخذ الأغراض ذي كلها نبيعها. زي ما شايفين هذا كانت بدايتنا حاليا. بس ما أدري ليش ما بدينا نجيب مثلا يعني ناس معايا وزي كذا. أوه شت والله يوم كثيرين. طيب وين الكوست حقنا؟ ايوه هذولا خلنا نهزمهم وننهي الحلقة على كذا لان هذه بس مقدمة. فدمي رايح في ام امها. ان شاء الله اخوياي راح يضبطون الوضع. معاهم اسلحة هم حتى بعد معاهم اسلحة. اهلا به ايوه كذا والله يا رجال في البطن شقيت بطنه شق. اوه هذا معاه يا ساتر. ثلاثة صاروا. احد معاه سلاح شيء ولا والله الا الله يجيبني. هذاك معاه سلاح اه ايوه اوريك انا بس توني داخلها ومن نحس. بس اصبر اصبر انا اوريك. لا 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 شوه ايه بخبير شوتر انا. اصبر اصبر اهبل ذا ما يعرف. طيب انا اوريك اوريك اقعد صارخ زي المجنون كذا. هذول ما معاه مسلحة عشان كذا بقوا بقى واحد. لازم اجيبه من هنا عشان ايش نحاش بنحاش. لا 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 ما تنحاش. ما تنحاش يا حبيبي تنحاش وين. طيب هزمناهم كلهم. اوه لبيه طايح منهم بلاوي. طيب هذا 16 طلقة 15 طلقة مدري ايش خرابيط. بس انا حقتي اغلى وفيها دمج زيادة هذه ما فيها ولا شيء نبيعها. الحين صار معي ايش اللي هو ايش خلينا نقول ايش اسم ده ما ادري ايش السلاح ده. هذا السلاح اللي معاه الحين نبيعه كلها الاغراض ذي. ملابس ذي كلها ابو كلب. هذا ترمي هلا اقول لك تعال. ايوه نبغى ذي بس ما ادري شلون بدون طلقات يعني ما ادري خلينا نشوف. اهم شيء خلصنا اهم شيء خلصنا المهمة ذي. اوكي نروح نسلمها. اوه مسكوني لوتر يا الله. هم اربعة وانا واحد. طيب ما مشكلة. ايوه هذا السلاح الجديد. نجرب السلاح الجديد على رؤوسهم. وينهم هم؟ حلو. طيب هنا هم في الجهة ذي.
كذا تمام. لفلنا. طيب هو اعطانا مهمة الزبدة، يبغاني اروح اكلم واحد من الملوك اللي هو يا طويل العمر والسلامة اسكت ابو سويد، عشان اكلم واحد من الملوك عشان ايش ينقص الضرائب الامراء، حق واحد من امراء البولندا البولش اللي هو هذا اللي هو بيكون موجود الان. هو طبعا صاحب القرية هذا قاعد يسوي له مهمات، وهو صاحب القرية ذا قبل شوي رئيس القرية الالدر اعطاني مهمة اروح اكلم هذا الامير اللي هو امير القرية عشان يخفض الضرائب على الناس اللي في القرية، مهمة زي وجهه بس زبدة انه يعني هو هنا في المدينة دي، زبدة انه مهمة يعني تجيب لي فلوس زي كذا. فالله يستر ذولا. لحظة شو اسمه وارلورد او في مدري وشو جوا جوا هنا، اما في حصار. طيب حلو، ما في حصار ولا شيء، ندخل نكلم الماير. كان اي توك تو مي ابنت جوب اي هاف تريد بوت كان تيل مي بوت وات يو دو. يمكن هذا هو وارلورد فيدو، يمكن هذا والله. I am game, my name is games hunter, I am lord noble of مدريش. طيب وش to ask you something. مش المهمات بيقلاتو take up myself. ايوه خفض خفض الضرائب من على هناك حقت القرية ذيك. قل pay the taxes of the village 200 attempt to save the warlord. خلنا نحاول اقنعه انه يقلل سعر الضرائب. مسويش نتم دليفري انه بنسنس بيتش بس كونفينينس مدري شو خلاها ايش من 200 عملة نقدية من 200 ثلر يدفعونها الى 60، فاقنعته يعني 140 زي كذا. فيري ويل هيرز يور ماني. دفعنا له بدل 200 دفعنا له 100 وهذا 140 زي ما شايفين. فهذا كانت المهمة الخايسة اللي زي وجه صاحبها. بروح أسلمها للعلة ذا. وبكذا نكون انتهينا من الحلقة الأولى من السلسلة الجديدة، سلسلة مونت بليد وورب مونت بليد فاير وذ فاير اند سورد، بالسلاح والذخيرة على قولتهم، أو بالسيف والنار أو بالسيف وال أو مالها إلا بالسيف والنار، كذا كذا تتكلم. ف خلصت المهمة، اعطاني فلوس اعطاني خبرة وزي كذا، وتحسنت علاقتي مع البولش ريبوبليك مدري كم. فتحسن بداية اللعبة مختلفة عن بداية مونت بلاد وربان. مونت بلاد وربان رموك في الشارع ويلا انت سوي اللي تبغى تسوي. هنا لا، من يوم ما بدوني زي ما شايفين مع قرية، صاحب قرية القرية هذه تبع البولش، مع انه بداية التختيم هو ما قال لي انت تبي تصير مع البولش ولا لا، عكس مونت بلاد وربند. مونت بلاد وربند قال لنا اذا اول ما تبدا اختار المملكة تبي تكون معاه وزي كذا، وبدأت مع سلاطين وداني في شارع زي تذكرون وزي كذا. هنا لا،
ما أعطاني خيارات شيء، فزي ما تقول إيش طريقة البداية مختلفة تماما، وفي اختلاف في اللعبة الآن زي ما شفته، وأحس أنها انترستنج اللعبة، أحس أنها مثيرة للاهتمام، خصوصا بعد ما لعبنا 30 ساعة تقريبا من مونت بلاد وارباند. هذه مهمات كلها قاعد أسويها الحين، مخلصها كلها عشان أشوف بعدين كيف النظام وثا، وأبغى أشوف تعليقاتكم يعني حول أشياء الناس اللي جربوا اللعب مثلا إيش رأيهم زي كذا، والناس اللي ما جربوها وزي كذا. هذا كل أنا كنت أقدم لكم إياه، كل اللي أقدر أقدم لكم إياه في الحلقة هذه. أتمنى أنكم استمتعتوا، تحياتي لكم جميعا. كان معاكم أخوكم ركان، قناتكم جيمز هنتر، أشوفكم إن شاء الله على خير، مع السلامة.